ما يفوق هو جاي، هذا، كان جاي ينفذ عملية. ما يفوق أكتر من العدد ده. تمام. طيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يتلقى اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي طبعا للتعزية في شهدائنا والتمنى للمصابين الشفاء العاجل بإذن الله. هناك ردود أفعال كثيرة حول هذا سواء عربية أو دولية. أستاذ يسري كيفية طبعا التناول، وخليني أرجع تاني وركز على قصة التناول، التناول الإعلامي لمثل هذه الأحداث. والله قصة مشاركة أو الاتصال الهاتفي اللي جرى بين سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد حاكم الإمارات، دولة الإمارات والدول العربية دائما ما تدعم مصر مش بالاتصالات الهاتفية فقط، حتى احنا في حربنا على الإرهاب منذ سنوات أخذنا بعض المعدات الخاصة بكيفية مدرعات مصفحة وبعض الإمكانيات وبعض التي الأدوات الدعم اللوجستي التي تستخدمها وزارة الداخلية خلال الفترة الحالية في حربها على الإرهاب. يعني كل الدعم من كل الدول الشقيقة، احنا بنخوض حرب وجود في الإرهاب. الرئيس عبد الفتاح السيسي في أحد المؤتمرات قبل يعني أقل من شهر كلف رئيس الأركان بالقضاء على الإرهاب في شمال سيناء خلال 3 شهور بالتنسيق مع وزارة الداخلية. الناس دي بدأت تشتغل فعلا في منطقة العريش ومنطقة شمال سيناء. يكفي ان احنا مجهودات بسيطة اشار لها المتحدث العسكري حتى هذه اللحظة منذ عزل محمد مرسي في 30/6، احنا عندنا اكتر من 3300 نفق تم تدميرها. كل يوم عندنا ضربات استباقية بتقوم بها القوات المسلحة. مظبوط. القوات المسلحة والداخلية خدت من اللحظة الأولى الرسالة إن هي هتتلقى الرصاص في صدورها بدلا من الشعب المصري. احنا بنتكلم على حربنا على الإرهاب، سايبين كل حمل الدولة على وزارتي، وزارة الدفاع ووزارة الداخلية. لكن في أجهزة لغاية هذه اللحظة لم تقم بدورها في حرب الدولة المصرية على الإرهاب. احنا يعني بنتكلم على وزارة الثقافة وقصور الثقافة. هل هي قصور الثقافة بدأت في القصة؟ الأزهر ووزارة الأوقاف، احنا خدنا سزمها يعني حسبة 6 شهور نتكلم على الخطبة الموحدة والخطبة الموحدة. في كتب حتى هذه اللحظة في المساجد بتنشر الفكر المتطرف، بتنشر افكار الراجل اللي لابس حزام ناسف ولا اللي جاي شايل قنبله النهارده و 300 ولا 400 طلقه ان هو يستهدف الاخوه الاقباط، ان هو شايف اللي بيعمله ده جهاد. انا عايز اقفل